طبعا بالامس استكمل او تم استكمال انتقال الاقسام الطبيه والمسانده والاداريه من مستشفى الجهراء القديم الى مستشفى الجهراء الجديد، طبعا تعد صرح حضاري متكامل، وايضا جرى تنفيذه باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا الطبيه، واللي يعد اضافه مهمه وحيويه للمنظومه الصحيه. بالفعل نجيب، هذا الكلام اللي قاله امس معالي وزير الصحه شيخ الدكتور باسل حمود الصباح لاستكمال عملية الانتقال إلى مستشفى الجهراء الجديد، يعد إضافة مهمة وحيوية للمنظومة الصحية، ويندرج أيضا ضمن الرؤى السامية للقيادة السياسية والخطة التنموية للدولة في تنفيذ وتشغيل المشاريع الصحية الكبرى للارتقاء بمستوى وجودة الخدمة الصحية في البلاد. نعم سعود، بالأمس طبعا الفرق الطبية باشرت بنقل المرضى بشكل تدريجي من مستشفى الجهراء القديم إلى الجديد وفقا للحالات الأكثر خطورة ومرضى العناية المركزة وصولا إلى مرضى الأجنحة. نعم، مثل ما قاعدين نشوف مشاهدين هذه الجهود الكبيرة اللي يبذلونها الكوادر الصحية، سواء بالتوسعة المكانية أو زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز اللي مواجهة الجائحة. نعم سعود، يمكن هذا الأمر يرجعنا لكلامنا في بداية الحلقة أن المنظومة الصحية تعمل ليل ونهار بطاقة فوق طاقتها وعلى قدم وساق، وهذا طبعا يحملنا مسؤولية كبيرة احنا كمواطنين وكمقيم سعودي. يعني لابد من ان احنا مو بس نتوجه لهم بالشكر، لكن ايضا نلتزم بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وايضا نسارع في عمليات التطعيم. نعم نجيب، هذا كله يرجع لصحتنا وايضا لنفسنا بالتأكيد. أيضا مشاهدين، حول كل هذه المواضيع الصحية اللي طرحناها اليوم يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستديو نائب مدير مستشفى الجهراء الدكتور أحمد خاجة. حياك الله معانا دكتور، منورنا. الله يحييكم ويجزاكم الله خير على الاستضافة، ونصبح عليكم وعلى السادة المشاهدين ومشكورين. حياك الله دكتور، في البداية نقدم لك الشكر وجزيل الشكر على الكوادر الطبية يعني الصحية التي تعمل في البلاد ليل نهار لمواجهة يعني مرض كوفيد 19، وتعتبر من الجنود يعني الجيش الأبيض اللي يعني مارس هذه المهنة الإنسانية لتخطي هذه الجائحة. بداية دكتور، نتحدث عن المؤشرات الإيجابية في المنحنى الوبائي اللي تمر فيه البلاد حاليا، في انحسار بالنسبة لنسبة التطعيم وأيضا الإصابات، أيضا كذلك حملها قرارات مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص انحسار التدريجي للوباء، وأيضا بعض القرارات يعني الانفتاح وتقريبا العودة للحياة الطبيعية. إذن نتحدث عن القرارات بالأمس، يعني هل بمعنى أن العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، هل معناته يعني نقدر نقول أن الوباء انتهى، أو أن الناس يبدون يفكرون أن خلاص الإجراءات الصحية والكمامات وأيضا المطهرات ينسونها؟ طبعا بداية لا شك أن القرارات اللي طلعت أمس هي قرارات إيجابية، وتوقع الكل مستانس وسعيد أنه سمع أن في عودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، لكن كنا ولا زلنا وراح نستمر نأكد على الالتزام بالوقاية الصحية، اتباع الإشارات الصحية، ارتداء الكمام، تعقيم الأيدي، هذا لا زال شيء مهم وضروري في الوقت الحالي. احنا للحين ما طلعنا من المحنة هذه، لكن إن شاء الله بتعاون الجميع سواء يعني المواطنين والمقيمين والكوادر الصحية إن شاء الله راح نعديها إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. دكتور، خلينا نتكلم عن، يمكن أنت لاحظت وإحنا لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الإشاعات أو الشائعات اللي تطلع عن التطعيم بالتحديد ما شفتها قلت؟ الشائعات موجودة، لكن الحمد لله قاعد نلاحظ أنها نعم قلت شوية، والمؤشر على ذلك أن نسبة التطعيم قاعد ترتفع عند الناس حاليا. يعني لو لاحظتم مثلا على سبيل المثال الأسبوع الماضي خلال يوم واحد تم تطعيم ما يقارب 100,000 شخص، 95,000 شخص، وكان يعتبر حدث تاريخي في الكويت أن تم فتح جميع المراكز تقريبا في الكويت، مستشفيات، مراكز صحية، خلال يوم واحد كل مركز طعم لأكثر من 1,000 شخص. فبالعكس هذا مؤشر طيب أن الناس بدأت تعرف أن التطعيم مهم،
التطعيم هو السبيل الوحيد حاليا للخروج من هذه الجائحة. نعم، الوصول إن شاء الله بأقرب وقت ممكن إلى المناعة المجتمعية بإذن الله تعالى. إذن نتحدث الآن دكتور معاك عن يعني الصرح الكبير اللي شهدناه بالأمس وافتتاح مستشفى الجهراء الجديد. هذا الصرح يعني اللي نفتخر فيه بالكويت كونك نائب يعني نائب مستشفى نائب مدير مستشفى الجهراء الجديد. يعني تحدثنا في البداية بشكل عام عن المستشفى الجهراء الجديد. مستشفى الجهراء الجديد طبعا هو مكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو الراحل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، تكفل في هذا المشروع من أوله إلى آخره طبعا مع الديوان الأميري. التشغيل اللي شغلناه أمس هذا ما أول تشغيل له، احنا تقريبا قبل أكثر من سنتين كان في تشغيل تدريجي بداية في قسم النساء والولادة والأطفال الخدج، بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها من المختبرات والأشعة والطواقم التمريضية والإدارية. وبعدها بعدة أشهر تشقلنا أقسام الأطفال في أجنحتها وقسم الحوادث، واللي شفناه أمس طبعا هذا كان عمل أخذ لما يقارب الشهر من الاجتماعات والتنسيق والترتيب بداية من معالي وزير الصحة إلى أصغر موظف عندنا في المستشفى. الكل كان قاعد يشتغل ليل نهار، الكل كان متعاون، الكل كان يحاول يساعد الآخر، والحمد لله شفتوها أمس عملية النقل هذه يعني تمت بنجاح وبسهولة. الحمد لله. وطبعا أشكر كل الناس اللي شاركوا فيها أمس سواء من داخل الوزارة مثل ما قلنا في القيادة السياسية في الوزارة، في وكيل وزارة، وكيل المساعدين، إدارة المنطقة، المستشفى بشكل عام، الهيئة التمريضية يعطيهم العافية، أمس اشتغلوا بشغل ما توقع سووه من قبل. الطوارئ الطبية أمس جزاهم الله خير ما قصروا معانا. الداخلية يعني مشكورين، جزاكم الله خير اللي سويتوه معانا أمس وفتحوا لنا الشوارع. الإسعاف كانت حركتها جدا سهلة أمس، فالحمد لله. وايد سعيد دكتور ما شاء الله عليك، مبين عليك السعادة على تبارك الله وساهدهم إن شاء الله. يعني وبالنهاية احنا قاعد نسوي هذا العمل لخدمة الناس، خدمة المرضى. نعم. أنا لما أرجع بيتنا آخر يوم إني سويت إنجاز مرتاح فيه، بس هذا اللي أبيه آخر شيء. صحيح، هو الإنتاجية في يعني إنتاجيتك في هذا اليوم دكتور. يمكن يقولك رب ضارة النافعة، تبارك الرحمن أنت أشت بكل من هو قائم في عملية أمس النقل والتنظيم والاجتماعات اللي صارت و إلى آخره. كورونا يمعتكم وخلتكم على قلب واحد أكثر وأكثر، تقربتوا من بعض أكثر. يعني طبعا انتم عسى الله يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم، يمكن اغلب وقتكم في المستشفيات يعني ككل الطواقم الطبيه وكل المنظومه الصحيه بشكل عام. تعتقد هذا الامر سوى بينكم نقول كيمستري افضل، او ان علاقات صارت اقرب، تعاون زاد؟ أول شيء بس تعليقا، لما قلت لي شكرت الكل أنا خاف أكون نسيت أحد ما قلته، فأنا آسف قبل لا نكمل. لا إن شاء الله إن شاء الله ما نسيت أحد. كتعاون أكثر وقربتنا أكثر الكورونا. إذا بتكلم عن مستشفى الجهرة ولله الحمد يعني من قبل الكورونا تعاملت مع رؤساء أقسام كثيرين، تعاملت مع مدراء مناطق. الجو العام في الجهرة كان وما زال الحمد لله كلنا يد واحدة، كلنا كل واحد يكمل الثاني، كل واحد تفكير أن ما أفكر بنفسي كثر ما أفكر في المنظومة الصحية كاملة. جميل. إذا الشخص ما بيقول قصر لكن أنه ما أدى عمله بالطريقة الصحيحة تلاقي أحد يساعده، أحد ينبهه، لأن بالنهاية هم ما راح يقولون فلان ولا فلان، راح يقولون الجهرة. فإحنا عندنا هذا نقول الروح هذه في الجهرة أن إحنا فريق واحد. نعم الكورونا ساعدتنا، نعم الكورونا قربتنا من بعض زيادة، تشوفنا ليل نهار موجودين. يعني أنا أتكلم كإدارة مستشفى، لكن أنا عندي جنود في المستشفى لو تشوفهم
يمكن في ناس يقولون احنا ما نبي نرد البيت، يعني انا عندي راس اقسام ينام بالمستشفى، هذا وارد قسم. فالحمد لله مرتاح في الجهره، ونتمنى يكونوا هم مرتاحين. ميت اهل الجهره اثرت عليكم دكتور. دام ذكرت تكلمت بشكل مفصل عن مستشفى الجهراء الجديد، نتحدث عن القدره الاستيعابيه لهذا الصرح الجديد الجميل، وايضا يعني الكل يسال يعني هل هو فقط مخصص لاهالي الجهراء او ممكن اي احد من المحافظات الثانيه ممكن انه يراجع في هذا المستشفى؟ القدرة الاستيعابية لمستشفى الجهراء الجديد حاليا المستشفى يتسع إلى 1234 سرير، عشان ما حد ينساها، 1 2 3 4 زيادة عن المستشفى القديم. القديم كان ما يقارب خلينا نقول قريب من 800. حلو. فعندنا أكثر من 400 سرير زيادة، بالإضافة إلى أقسام الحوادث، العمليات، الغرف زادت، الرعاية النهارية صارت موجودة، والتخصصات نفسها اللي كانت عندنا موجودة في القديم هي نفسها انتقلت وراح تكون شغالة أو شغالة حاليا في الجديد. جميل. القديم شو راح يصير عليه؟ القديم احنا كنا ماخذين جزء منه، مبنى يسمى مبنى الرغبة الأميرية، وكان مخصص سابقا للأطفال. أخذناه وقت الكورونا في ما يقارب ال 170 سرير مخصص لمرضى الكورونا، مرضى الكوفيد 19. قسم حوادث كامل موجود فيه، أشعة، مختبر، حوادث، غرف ملاحظة، عناية مركزة، أكثر من 55 سرير. هذا لا زال شغال حاليا في القديم لمرضى الكورونا كقسم معزول عن المستشفى الجديد. نعم. وطبعا باقي المستشفى هو راح يكون مساند لمستشفى الجهراء الحالي لا قدر الله اذا احتجناه، او اذا وزاره الصحه في يوم من الايام احتاجت الى مبنى فالمبنى موجود وجاهز. يكون جاهز. نعم. يعني مجرد انه راح يكون في ترميم وتعديل وتصليحات طفيفه. نعم. ومن ثم يكون جاهز المبنى. نعم. دكتور، لما نتحدث يعني عن مستشفى جديد بحجم مستشفى الجهراء الجديد، يبادر للذهن على طول كيفية تشغيل هذا الصرح الكبير. نتحدث عن الكوادر الطبية، نتحدث عن الطواقم التمريض، خصوصا نمر في جائحة كورونا حاليا، وطبعا الطلب عالي جدا على الأطقم التمريضية، وأيضا الكوادر الطبية بشكل خاص. شلون قدرتوا تشغلون هذا الصرح الكبير؟ وهل أيضا شاركت في كوادرنا الطبية الكويتية في تشغيل هذا الصرح الكبير؟ طبعا التشغيل مثل ما قلنا ان التنسيق المسبق اللي كان الطاقم الطبي والتمريض والاداري اللي متوفر عندنا في المستشفى القديم، بالاضافه الى ان وزاره الصحه قامت بتوفير ايضا طواقم اضافيه، يعني اطباء تمريض، المختبر، الاشعه، الحمد لله يعني وفروا لنا طاقه او طواقم ان نقدر نشغل، نقدر نفتح. ولا زال يعني نكون صريحين هذا مبنى جديد وضخم. صحيح. فمع الوقت مع توفر طواقم إضافية إن شاء الله راح نفتح زيادة، راح نشغل زيادة تخصصات في البال حاليا، وراح تنفتح إن شاء الله بالمستقبل القريب إن شاء الله. بس لا أنسى السؤال أنت سألته وما جاوبتني عليه، اللي هو يعني هل مخصص فقط لسكان الجهرة المستشفى هذا، ولا أيضا يقدرون يراجعون عليه من برا الجهرة؟ في الوقت الحالي هو مخصص لسكان الجهره. نعم. احنا مثل ما قلنا احنا قلنا ترى انا قريب منكم دكتور. حياك الله. ترى انا قريب من الجهره، يعني ترى احييكم. لا حياك الله، تشرف طال عمرك ان شاء الله. احنا نقلنا من القديم الى جديد، فطاقمنا هو نفسه انتقل الى المستشفى الجديد، فلا زلنا نعمل بنفس سياستنا العاديه. نعم. نغطي مستشفى الجهراء، لكن في خطه مستقبليه ان راح تنفتح اقسام قد لا تكون متوفره في اماكن اخرى. فبالعكس راح يكون هذا داعم للكويت بشكل عام، ممكن نستقبل المرضى من اي منطقه في الكويت ان شاء الله. جميل. اذا هنا مدير مستشفى الجهراء دكتور احمد خاجه، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم وبارك الله في عملكم، واحنا يعني سعداء جدا بالطاقم، يعني ما بقول الطاقم لا، المنظومه الصحيه بشكل عام، وايضا بكل من يساعدكم في هذه الفتره. عسى الله ان شاء الله يوفقكم في المبنى الجديد لمستشفى الجهراء الجديد. الله يجزاكم خير ومشكورين على الاستضافه، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. مشكور لك دكتور، وعساك على القوه. اذا مشاهدينا مستمرين معكم في فقرات برنامج العالم هذا الصباح، فاصل ونعود لكم ان شاء الله.